معاكم دكتور محمد غنيم، هقول لكم أرقام تخض بالنسبة للأكل في مصر. مصر الخامس على العالم في السمنة، أمريكا العاشر على فكرة. إحنا معانا في قلب العشرة الأوائل دول زي قطر والإمارات والكويت. 4 من كل 10 مصريين يا جماعة بيعانوا من السمنة. إحنا رقم واحد في العالم في مرضى السكر. طبعا احنا عارفين، بنشكر بقى كل المحلات اللي في كل شارع هنا اهو في مصر بتوع الحلويات، اللي يعني ما بنشوفهمش في دول كتير، بنلاقيش كمية بتاعت محلات الحلويات والايس كريم وكل الحاجات اللي فيها سكر. 2، دي المصيبة بقى، الرقم دوت اللي هقوله لكم، 32% من الاطفال بيعانوا من السمنة. يعني دول ولا هيبقوا منتجين، وهنحتاج لهم مستشفيات، ونحتاج نخسسهم، ونحتاج نظبط لهم أكلهم طول عمرهم من وهم صغيرين. أنا في جزء في الكتاب بتاع عروسة ماريونيت ولا قائد أوركسترا اللي أنا برشحها لكم إنكم لازم تشتروه، لو أنت عايز تغير في كتير من عاداتك وتعرف حاجات كتير أنت ما كنتش عارفها. فبقول فيه، بقول فيه كاتب مشهور في امريكا عايش لغايه دلوقتي طبعا، اسمه توماس فريدمان، شغال في صحيفه نيويورك تايمز، بيقول ان امريكا عمرها ما احتلت بلد فيها ماكدونالدز، لان هم لو فتحوا ماكدونالدز خلاص هيبقوا احتلوك اقتصاديا وثقافيا وجسمانيا، لان ده هياثر على قدراتك في حياتك بشكل عام انك تتحرك. الغريب ان السندوتشات دي من ضمن مكوناتها بيكون خليط من الملح والسكر والدهون. الخليط ده بيخليك عايز منه أكتر. يعني أنت كل ما بتاكل، كل ما تعوز، آسف، كل ما تعوز منه أكتر. يعني إيه؟ يعني ما بتشبعش، أو بتشبع لحظي وبتجوع بسرعة. السندوتشات دي عادة بيكون تمنها مش غالي، طبعا بالنسبة لنا احنا في دول فقيرة بيبقى بالنسبة لنا يعني تمنها شوية، يعني شوية غالي أو متوسط، أو احنا بنقول عليها دي جاية من أمريكا تبقى حاجة كويسة أكيد. مهم يعني، لكن بيتم اختيار المكان استراتيجي للمطاعم، والأكل بيكون سريع التحضير، أكل بيكون فروزن أساسا يا جماعة، يعني مجمد وبعدين بيتسخن. ما علينا، بيلعبوا على الأطفال بقى، الحتة دي مهمة بقى عشان انتوا كلكم ايه واعيين فيها، لأن الطفل من 4 ل 8 سنين بيبدأ يستطعم الأكل، دي حاجة علمية، بيبدأ يكون طعم للأكل، فبيحاولوا يخلوه زبون طول حياته من هو في السن ده. عشان كده هم بيلعبوا، بيعملوا لهم منطقة ألعاب وهدايا للأطفال. حتى الشعار بتاع ماكدونالدز حرف واحد ام، سهل للاطفال ان هي تعرفه وتشوفه من بعيد، يعني انت مش عايز تاخدهم هناك هيشوفوه، اقول لك ماكدونالدز اهو من بعيد. التعويذه بتاعته على شكل مهرج، اللي هي الماسكت على شكل ايه؟ مهرج سهل عشان يسهل تمييزه من الاطفال. شفت كل حاجه مدروسه ازاي، ان هم يخطفوا منك عيالك او شهيه عيالك، ما يبقاش عندك اختيار، عيالك يجبروك انك تروح هناك. طيب هرجع بقى للجزء دوت واقول كلمه بالهنا والشفا، جمله بتنتهي من قاموسنا بسبب الكلام ده، يعني ان احنا لو قعدنا سيبنا البلد لشركات المياه الغازيه، و او احنا زي ما احنا سايبينها دلوقتي، مش هقول احنا لو سيبنا، لو دي يعني حاجه لسه بتحصل، لا، احنا المصيبه احنا فيها، هيبقى بنحط المرض ومفيش أي هنا ولا شفاء، بنحط المرض يا جماعة. أمريكا والدول المتقدمة بتنهي علاقة الحب مع الأكل السريع والفاست فود، لأن هم دفعوا ثمن غالي. الشركات الأمريكية بقى بدأت تصدر التخن والمرض، نتيجة ليه؟ للكالوريز المهولة في كل وجبة أنت بتجيبها، سواء بيحط لك بيبسي وفرايز في الزيت، شوف بقى، شوف كل واحدة من دول وجبة بحالها، وسندوتش ويحط لك عليها حتة خصاية بقى، يعني هو بقى الباشا، لكن هو تحت الخصاية حاطط ايه؟ حاطط كمية مهولة من الكالوريز اللي محطوطة في الصوصز اللي هي محطوطة. فمفيش نيتريشن في الأكل اللي أنت بتاكله، وكالوريز عالية.
23% من الأمريكان كانوا سمان في الثمانينات، دلوقتي وصلوا 35%، فعشان كده المعدل بدأ هيبدأ ينزل بقى، أو بدأ ينزل في آخر 5 سنين. فقرر كتير منهم ليه بقى؟ لأن كتير منهم قرروا إن هم يغيروا الوضع ده، وإيه، والمبيعات فعلا بدأت تنخفض للنوع ده من الأكل والمياه الغازية. فبدأت حتى المياه الغازية بتعمل مشروبات طاقة أو وهي مضرة برضه، مشروبات صحية، حاجات كده. طب إيه الحل؟ عشان ما أقعدش أقول المشكلة وما أعرضش ليها حل. الحل موجود في الدنيا كلها دلوقتي، في أمريكا ولايات كتير خاصة كاليفورنيا بتفرض ضرائب موازية للسجاير، وده بيحصل في ولايات كتير ودول زي المكسيك. الكلام اللي مكتوب على علبة السجاير لازم يتكتب زيه على في حملات إعلانية على علب الكنز والسندوتشات اللي بنجيبها دي. يا جماعة، في شركات بره بيدوك مشروبات، يعني ان انت تقدر تاخد مشروبات زي ما انت عايز. ففي واحدة شالت يعني حطت المشروبات الغازية بعيد عن متناولهم، يعني جنب تاني من الشركة في آخر الشركة، فلازم تمشي كتير، وحطت المية قدام، وعملوا دراسة للإنتاج بتاع العاملين في الشركة، لقوا إن الإنتاجية تضاعفت بشكل كبير جدا بعد 3 أشهر من التغيير ده. يا جماعة، ما مش عايزين نحفر قبورنا بإيدينا ونربي أولادنا على عادات مش هيعرفوا يتخلصوا عليها منها بعد كده، هتأثر على حياتهم وتأثر على مستقبلهم. يا رب يا رب يكون الفيديو ده اللي أنا عايز أوصله وصل ليكم، لأن ده مهم جدا. شكرا.